السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله الواجب بتاعنا النهاردة هيبدأ من الآية 41 حتى الآية 47. نستعين بالله ونبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وقولوا ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد
يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وبكده نكون انتهينا من الواجب بتاع النهاردة، الرجاء الحفظ وتكرار الآيات أكثر من مرة.